أضرار مستودع الجزائر من حفظة القرآن الكريم، حيث لا يكاد قصر من قصورها يخلو من زاوية أو مدرسة قرآنية تصدح فيها حناجر روادها بالذكر الحكيم. فها هي المدرسة القرآنية بحي بوصلاح بقصر تمنطيط لا تزال تعتمد الطرق التقليدية في تحفيظ القرآن الكريم، ومثلها كثير في أضرار. نجي الصباح على 7، نجي مبكر، نكون مهية في نشاط وحيوية. ندخل على 7، ندخل نحفظ القرآن، نعطو الدراس باش كيشغل هو سر النجاح، مفتاح النجاح. حاب نحفظ القرآن باش يكون قدوة ليا وصحابي، باش يشرف العائلة نتاعي، وانا نمثل باش نكون حامل لكتاب الله عز وجل. فضل القران بفضل الشيوخ نتاعي والوالدين اللي صاروا عليا، باش ولازم باش نحفظ القران لانه يهمني في حياتي، لان القران مفتاح النجاح. قمنا بهذه المبادره وهو تاسيس هذه المدرسه القرانيه بهذا الحي. اولا قبل كل شيء لاسس منها اننا نربي هذا النشء الصاعد لتحفيظ كتاب الله حتى يكون قدوة، حتى يكون طليعة لهذا المجتمع. خيره ما يسعد به المرء في حياته الدنيا والآخرة وهو أول قبل كل شيء حمل كتاب الله وتعليمه وتعليمه للأولياء، لأن أول ما عنا به الأولون وهو تعليم كتاب الله وحفظه وتعليمه لابناء المسلمين. كان سابقا الطفل هذا منذ بروز أناميله كما يقال أنه أول استقبال أن نستقبله في المدارس القرآنية لتعليمه مثلا هذه الحروف الأبجدية وهي ألف حتى إلى الهمزة. بعد تعليمه هذه المبادئ وتلقينه التلقين الصحيح ومعرفة مثلا التمييز ما بين الحروف حتى يتم كيف يتعرف كتابة الألف من الباء وغير ذلك، ثم نلقنه بعد ذلك تأتي سورة الفاتحة. هذا أول شيء. ولكن لما الأبناء مثلا اعتمدوا على المنهج التربوي أننا ربما نحن إلا الطفل هذا يأتي مثلا جل طلبة يأتون وهو على دراية بهذه الحروف. غير بعيد عن هذه المدرسة تتواجد المدرسة القرآنية عائشة أم المؤمنين، والتي تعتبر كتابا نموذجا في تحفيظ القرآن الكريم وأحكام التجويد والتفسير ومختلف متون الفقه واللغة. بالنسبة لمدرسة عائشة المؤمنين هي مدرسة حديثة النشأ، فالطريقة التي ندرس بها ربما هي تكون طريقة عصرية. ربما في المنطقة كانوا يركزون فقط على الحفظ، فأدخلنا طريق تجويد. ويقول الشيخ بعض علماء التجويد، من لم يجود القرآن آثم، وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. فمن خلال هذه الآيات وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قمنا بإدراج مادة التجويد في المدرسة هذه. عندنا المواد التي ندرس في المدرسة القرآنية هذه من بينها أولا التفسير والعقيدة، وكذلك النحو، وكذلك المتون، وكذلك بعض الإعجاز العلمي مثل تفسير مثل علمي مثل النابلسي وإلى غيرك من العلماء، وكذلك والعقيدة نعم، والفقه والسيرة النبوية. المتون هي الأوجالي وكذلك العبقري وكذلك الشيخ ابن عاشر، وكذلك والهديت الألباب، وكذلك تحفة الأطفال. لتبقى أضرار مقصدا للمئات من الطلبة من كل ولايات الوطن وحتى من خارجه، طلبا لحفظ القرآن الكريم حفظا وتدبرا.